تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي. هذا وتستمر قوات الاحتلال في اتباع سياسة التجويع من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية. المزيد مع زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نتواجد معكم الآن في قلب مدينة عريش وبالتحديد في مركز الخدمات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري. هذا المكان الذي يتم فيه تجهيز المساعدات لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري، والذي شهد اليوم تدفقا ملحوظا لعدد من الشاحنات التي عبرت منه واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور حوالي 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية. بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لبعض الشاحنات التي تحمل مساعدات وتحمل أيضا مواسير مياه خاصة بالصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى بعض الشاحنات التي تحمل وقود، وهو يعني حوالي 4 شاحنات من السولار. لكن في الوقت ذاته يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لعبور عدد من الشاحنات كانت تحمل أرز ودقيق وأيضا مستلزمات للأطفال ومستلزمات منزلية كأدوات الطهي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وكل هذا يأتي يعني لتضييق الخناق والضغط الكبير على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم يعني نتحدث عن 60 شاحنة، وهو بالتأكيد عدد ضئيل جدا لما يحتاجه الشعب الفلسطيني، ولكنه هو العدد الأكبر منذ حوالي 4 أسابيع. إذن نحن أمام تعسف إسرائيلي كبير لا زال يستخدم العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.